الظرف الاستثنائي الذي يعيشه ابناء صلاح الدين كان حافزا لتحقيق نتائج متميزه في امتحانات السادس الاعدادي وهو ما يمثل ديدن العراقيين الذين دائما ما يتحدون الصعاب ويحطمون كل عائق امامهم تاكيدا لحبهم لوطنهم وعلاء شانه. الزميل احمد صلاح الدين شارك فرحه الطلبه واهلهم واعد التقرير التالي. النجاح في الدراسه هو ما يسعى اليه كل طالب مجتهد ولكل مجتهد نصيب. فعلى قدر الجد والاجتهاد ينال الطالب نصيبه من النجاح الذي له فرحه تختلف عن اي فرحه اخرى، فالنجاح والتفوق هي الثمار لكل مجتهد، فالهمه العاليه وطلب معالي الامور وعدم الرضا بالنجاح البسيط من صفات المبدعين المتميزين. الذين هم نخبه مجتمعهم وقادته. وهذا ما حققته نخبة من طلبة المدارس المتفوقة في محافظة صلاح الدين بحصولهم على اعلى المعدلات في دراستهم الاعداديه وبمختلف فروعها الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين من جانبه شارك فرحه اهالي الطلبه المتفوقين لحصولهم على هذه النتائج من خلال رعايته حفلا لتكريم الطلبه المتفوقين عرفانا لما حققوه من نتائج متميزه ما يؤكد قوه الاراده لبناء غد مشرق رغم كل الظروف داعيا الطلبه المتفوقين لبذل المزيد من اجل بناء مستقبل وطنهم واهليهم الذين عانوا واجتهدوا من اجل حصد هذا الانجاز مثمنا دور الهيئات التدريسيه التي تحملت الصعاب خصوصا مع ما خلفه ارهاب داعش وإعادة عجلة الحياة بظروف استثنائيه مؤكدا انه لا بد من استمرار الدراسه بشكلها الطبيعي وضمن الخطط المنهجيه المعده لذلك وابعاد هذا القطاع عن التجاذبات السياسيه وما تشهده الساحه العراقيه اليوم بهدف الارتقاء والازدهار بالمستوى التعليمي في صلاح الدين